أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بمبادرة شركة عقارات السيف بإطلاق صندوق بقيمة 1,000,000 دينار لدعم مستأجري مجمعاتها التجارية، مؤكدا سموه بأن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة لبذل كافة الجهود اللازمة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع بما في ذلك التي تمس الجانب الاقتصادي. كما ثمن سموه الدور الوطني الذي اتخذته شركة عقارات السيف من باب المسؤولية الوطنية، إضافة إلى تقديمها لمختلف وسائل الدعم للمساهمة في تعزيز المسيرة الاقتصادية لمملكة البحرين، مما يؤكد وعي الشركة وحرصها على موازرة كافة الجهود الوطنية المبذولة في الوقت الراهن.